موقف مؤثر وحالة خايبة يعني صراحة ملي كنسمعوا بحال هادشي. الآن سي محمد أنت معانا، نعم المشكل بينك وبين والبنت البنت، البنت أعطينا رسالتك للبنت بشكل واضح. بنتك إذا كانت كتسمعك أشنو رسالتك ليها؟ هذه البنت راه حرمتني من أي حاجة، حرمتني من الحياة كلها، مبقيتش كنخمم فيها. كنشوف أنايا كان بعض الخطرات تيقول لي راسي انتحر، وما تنقدش بعض الخطرات تيقول لي راسي دير شي حاجة وما تنقدش، وأنا ما تنقد على والو. نيت أنا يمكن ماشي راجل، الإنسان بحال هاد الشيء اللي ما تيقدرش ياخذ حقه بيدو، راك ماشي راجل، لا انت راك ماشي ملعقل. راجل، لا 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 ماشي راجل. لا انت والإنسان اللي ملعقل. لا كيظلم لا لا انت ملعقل. والإنسان اللي كيظلم أكيدي، وملي كيدير عليه حقه كيجاوب فيا كان، وكتدخل امها والراجل تيقول لي طلع يا فلانه، والام هي كتقول لي طلع يا امي، وتيخلوك برا. اذا انا ماشي لا راجل، لا لا حاشا. لا 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 انا ماشي راجل، ما حاشا حاشا. تنقدر. لا لا حاشا. حيت انا ما عمرني درت البيت فوق مال المخزن، ما عمرني حصلت عليا شي حاجه كنحسب على اراضي. كون كان دابا شي واحد اللي يقدر يدير هذا الشيء اللي قلت، راه ما غاديش يقدروا يديروا مع هذا الشيء. لكن تيعرفوا بنادم درويش ما يخلصو فراسو، ما تيمشيش للعيب، ما تيقدرش يدير سكادار، ما تيقدرش يدير الفوضى. راه بالسيف تيتحقر، انت ملعقل. لا لا كيتحقر لا 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 كيتحقر. ربي تيخلق الانسان ضعيف، صعيبه الانسان اللي تيكون ضعيف، شخصيه صعيب، ضعيف الامكانيات، الظروف، وليت ما عنديش، وليت انا ضايع. ما تنساش بيد باش ناتي بنادم باش ما كان. حيت الانسان خاصو يكون قوي، خاصو يخلق الله تبارك وتعالى قوي. واخا اذا ما واخا كانش واخا. قوي، طيب رسالتك الآن لبنتك باختصار واضح. بنتي الله يجزيك بخير، انا تطلب الله تبارك وتعالى يهديها. انا ما بغيتش نقول شي كلمه اللي تجرحها، وما بغيتش نقول شي كلمه اللي تجرح حتى المغاربه خوتي. راه المغاربه خوتي كيسمعوني، الا قلت شي كلمه خايبه راه حتى هما غادي غيسمعوا ولادهم غيسمعوك. هذا داك الشيء خايب ما بغيتش نقوله. الله يهديها الله يهديها. انا راه حرمتني من بزاف ديال الحوايج، وحرمتني من حياتي، وحرمتني من الكسوه ديالي، وليت بحال حاشاك ما بقيت نسوى حتى حاجه. لا 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 وحرمتني من الناس، وحرمتني من الناس، وحرمتني من احبابي، وحرمتني من العائله ديالي، وحرمتني من خوتي. ما تقدرش تكون من وجهي نواجههم. اكيد كل شيء، واحد كيضحك، وواحد تيقول الله يستر، وواحد تيقول راه اخر الزمان لاحو خلاو تكبروا لاحو. ولادي تيقولوها، ولكن انايا ما تديش عليهم. وعندهم الحق، عندهم الحق، عندهم. واش الانسان اللي تجلس معك 31 سنه حتى وليت عمرك 61 سنه ويلوحك؟ يصاوب الله هادشي غتسمع، يصاوب الله هادشي غتسمع. يصاوب الله. شكرا الله ليك وربي يبارك. معك. شكرا. الى ما لقاش باك فيك الخير راه غادي يلقى الخير في المغاربه. هذا كلام للبنت. اسمحي لي اتكلم معك بشكل بين قوسين، ماشي فض ولكن واقعي، ولكن قبلي صراحتي. الصراحة يعني موجعة ولكنها مهمة. على الله وعسى تفيقي، وتعرفي بأن الله حق، وتعرفي بأن رضا الله من رضا الوالدين، ماشي من رضا الأم بوحدها، الأم والأب. الله يسمح لنا من الوالدين. دعوة تتكرر على لسان المغاربة كلما رأوا شيئا يفرح أو شيئا يؤلم. فلهذا دعوا في هذه الليلة هذه مع هذا الرجل، لأنه يدير الله ليه تاويل ديال الخير، والله يسمح لنا من الوالدين.